السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل، وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. السلام عليكم. سمحوا لي اليوم جيت باش نهضر على واحد الشخص ناض كيهضر هذا الصباح هذا، بغى يدير براسو بانه مسكين هو وهو ولد الناس وهو بزاف ديال الحوايج. اولا ولده ما عمره ما شافو، ما عمره ما شافو ولا سول عليه ولا هز التليفون عليه ولا هضر معاه ولا اي حاجه. وناض كيقول بانني انا غير دايزه من حدا السبيطار وصورت، انا راني صورت لكم الاوراق السبيطار وفيهم لادات فيهم كل شيء الحمد لله. بغير ردنا حنا ناس خايبين وخبيتين وكذابين، ولكن الحمد لله تعرفتوا عليا وعرفتوني كيفاش انا دايره لان لعائلتي الحمد لله. وهذاك الشخص ناض قال زعما كون عيت غير شي حد في عائلته. بغيت نقول لك كان كانت عندك العائله كاع ما توصلها، كانت مقطوع من الشجره ما عندكش العائله. فين عمرك سولتي في ولدك؟ فين عمرك شفتي واش لابس ولا ماشي لابس؟ ياك كتضرب معايا على 600 ديال الدرهم باش تعطيها لولدك كل شهر، باقي كتستانف عليها وكدير بزاف ديال الحوايج. فين هاد الشيء على اللي كيبغي ولدو؟ انا عمرك جيتي عندي الباب وغنجري عليك؟ حنا ماشي في هذاك المستوى وعائلتي ماشي في المستوى هذا. هذا كيبقى ولدك وجيتي لي اي لحظه حنا ما غاديش نحبسوك من ولدك، ولكن انت ما كتسولش فيه. باك ما تيسولش عمرو ما 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 ما, ما, ما صونا ولا اتصل ولا حتى شي حاجه. اوكي ما عندكش العائله، عمر شي واحد اتصل علينا ولا قالنا بغينا نشوفو عالي واخا غير في كام؟ الحمد لله كلشي ولا قريب غير في كام هي اخر حاجه. باك تعرف يمشي حتى الورزازات، ياك راجل كبير كيمشي في الكار وكيمشي حتى الورزازات، وما عمرو قدر يهز حتى التليفون على الولد ويقول الو ما تعيطوش عليا انا. ولكن كما كتقول عندي ها النمره دبا وعندها وعندها، او موان عيطوا غير الوالدين دياولي انا. الا جا باك حنا راه ماشي ولاد الجوع، الا جا باك وطق في الباب راه غنحلوا له الباب وغادي يدخل ومرحبا به. وانا مازال كنقولها قدام هاد الناس كاملين، مرحبا باي واحد من الطرف ديالك جا، مرحبا به سمعتي. ولكن شوف فيا وديرها زهاقه في ودنيك، راك اديتيني بزاف وانا ما اديتكش، وراك هضرتي عليا بزاف بالخايب وكتوصلني هضرتك وانا ما كان اديكش. الله يعطيك العز الى ما عطانيش بارتساع والدراما ديالك ما انت اب غلط بزاف. لو كنتي اب غتحترم الولد ديالك وغتحترم العشره اللي كانت بيني وبينك، وما غاديش تخرج وتقول هذيك السيده انا مطلقها. علاش قلتي هاد الهضره؟ بسبب موسخات لي ديال الزنقه. اوكي هنا فين غادي يعرفوا الناس بان انت يا واحد الانسان اللي هو كذاب وبحاطي. مادام كذبتي على الناس في الطلاق اذا غتكذب على الناس حتى في هاد الحوايج هادو ديال السبيطار. وانا ماشي حماره حاشا الناس ان باش نخرج ونفايل على ولدي شي حوايج اللي هما خايبين، حرام نفايل على الولد بالمرض. وانا راني صورت دابا لهذا الاوراق ديال الطبيب داكوغ، ولكن ماشي مشكل الا كنتي انت نسيتي العشره اللي بيني وبينك ونسيتي بزاف ديال الحوايج اللي درتهم فيك. ملي نكرتي خيري ونكرتي كاع داكشي اللي درتو فيك زوين وصبرت معاك 3 سنين وزياده وباقا صابره الان وكنشوف شي حوايج وساكته عليهم وما كنهضرش وكنقول ماشي مشكل ماشي مشكل، وخرجتي وما خليتي ما درتي وما خليتي ما معنيتي وما خليتي حتى شي حاجه. ولكن هذوك العائله اللي كتطلب بهم انني انا نتصل بهم هما اللي خرجوا عليك، وهذا الشيء مازال غادي تندم، مازال غادي تندم عليا ومازال بزاف ديال الحوايج. انا راني دايره ثقتي في الله وحمد ربي وشكره لانني انا مع والديا. لو كانوا ما كاينينش والديا اللي واقفين معايا واللي هزيني انا ولدي كراني دابا راني في الزنقه مليوحه وما تعقلش عليا لا انا ولا الولد. ما تنساش اولد الناس، ما كنبغيش نسميك، ما تنساش وما تنكرش العشره وما تنكرش داك الشيء الزوين.
فين عمرك جيتي، فين عمرك جيتي، فين عمرك سولتي، فين فين عمرك سولتي في ولدك واش عنده ليكوش، واش عنده الحليب، واش لابس، واش ما لابس، واش كيلعب، واش ما كيخرجش مسكين، واش حتى حاجه. انا فريمون كيبقى فيا الحال حيت كنشوف الرجال ومع ولادهم، والرجال صاينين عيالاتهم، والرجال بزاف ديال الحوايج. ولكن مادام تخرج وتقول بان انت انا راني طالقها شحال هادي، وتتكذب في لي انترفيو، كتكذب بزاف على الناس وكل شيء، وانا راه ما بغيتش نحط الاوراق في المحكمه ونحط ونثبت كل شيء. قلت ربي يهديك، سمعتي؟ ولا كنتي تتكذب، راه كاين الله، انت كذب وانا الله غير خلصني في حوايج اخرين اللي على بالي وبالك، وانت راك عارف بان ربي راه تيخلص فيك. وبالنسبه للعالي ولا الرجال ديال الصح، ما كيديروش هذا الشيء كاع في عيالاتهم، وما كينساوش الخير، وما كينساوش العشره والموده والرحمه، ما كينساوش الرجال ديال الصح. ولكن ماشي مشكل، الناس عارفين كشنو تتسوى، والناس عارفين كانك انسان توكسيك، والناس عارفين هذا الشيء، وكتخرج كتلعب الدراما وتتكذب على عباد الله. بغيت يوم واحد عطيهم، عطي لهاد الناس غير دابا شي سيمانه، ولا نصوني على ولدك، ولا باغي تشوفه، ولا جيتي لحدا باب الدار وحنا جرينا عليك، ولا شي حاجه. حنا راه ولاد الخير، الحمد لله، وكبرنا في الخير وحلينا عيننا في الخير. حنا ما عمرنا ما غنمنعوك من ولدك، سمعتي؟ ولكن انت انسان كذاب، ولكن الكذاب حبلو قصير، ومازال ربي غيبين الحق فيا ولا فيك ولا في دوك الناس اللي مقيدينك. نسيتي بالزربه كل شيء، نسيتي اي حاجه نسيتيها، كان ما كاين حتى مشكل. الحمد لله، شكرا بزاف على ديك العشره، شكرا بزاف على اي حاجه، شكرا بزاف على الغدر، شكرا بزاف على الخيانه، شكرا بزاف على العصا اللي كليت من عندك، شكرا بزاف على القهره اللي تقهرت، شكرا بزاف بزاف على الصبر اللي صبرتو معاكم اللي ما تصبروا حتى شي مره، ياك؟ وشكرا بزاف على اي حاجه اللي كانت بيني وبينك، وشكرا بزاف حيت بعتي ولدك وبعتيني على قبل واحد صاين ولاده وصاين مرته، وقلت فيك انت، ولكن ثق بيا غيجي واحد النهار وغادي تندم. وانا الحمد لله القضاء ناصفني، وكنحمد ربي وكنشكره، وعلى نيتكم ترزقون، الحمد لله. وانا نيتي غالبك طال الزمن ولا قصار، واللي كتكتب وكتقول دوسي حس بي الله ونعم الوكيل فيك، لا انت ولا الاخ ديالك، حس بي الله ونعم الوكيل فيكم، حس بي الله ونعم الوكيل فيكم، حس بي الله ونعم الوكيل فيكم. انا بغيت ربي يبين الحق، وربي الحمد لله راه بين ليا شي شويه الحق، وانا غاده وكنبين ليا الحق، والحمد لله. الا الا الا, إلا, إلا انت فريمون راجل، خرج وهضر على شي حاجه انا فيها خيبه، ولا انا اكتشفتيها فيا خيبه في الزواج، ولا انا درت فيك في شي عيب خيب، ولا انا درت فيك شي حاجه اللي هي ما تسواش، عملتك كامرة صالحه. ولكن ما كيهمنيش الناس يعرفوا، كيهمني الله هو اللي يعرف. وما يبقاش فيا الحال حيت عائلتك ما تيسولوش في ولدي، حيت ما سولوش فيك حتى انت، انت ورافضينك، وانت عارف هذا الشيء، ياك؟ انت عارف بان انت ومرفوض، ما عقل عليك حتى شي واحد في عائلتك. ما تخلينيش نهضر بزاف، وما تنوضش تضرب الدراما على الناس، وتبقى انا وانا وانا وانا، تتهضر بديك الطريقه ديال انك راجل مسؤول. لو كنتي راجل مسؤول وكنتي راجل تاع الصح، كاع ما توصل للطلاق، حيت الرجال ديال المعقول والرجال ديال الصح كاع ما كيوصلوا للطلاق، سمعتي؟ كاع ما كيعرفوا المحكمه اش من نوع. ولكن انت ماشي راجل تاع الصح، فلهذا خا تبقى تطبل حتى الصباح تحت ما يتسوق لك. والخلاصه ديال القول، سير ولد الناس، الا ما كنتيش انت تتعقل على الخير، انا داك الشر اللي درتيه فيا غنقلبو خير. وبغيت نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وبغيت نقول لك الله يجيب لك ما احسن مني، والله يسهل عليك،
وربي راه فوق كل واحد. المرأة منين كتعيا وكتشبع من الظلم صافي، ما بقيتش نقدر نقول حتى شي حاجه اخرى. انا ماشي بحالك، لو كنتي نتايا خايب وخبيت انا ما خايباش وما خبيتاش. هادي اللي كتقول بقى عندهمش الرجال، الحمد لله كل ما كانوش الرجال راه الرجال هما اللي هزين لك ولدك. شكون اللي دابا راجل، هما ولا انت؟ ها شكون اللي شكون كيلح ولادو غير اللي ماشي راجل ياك؟ وما تخلينيش نقيسك في الكرامه ديالك اللي هي اصلا محيده لك. اوكي ولدي باش تعرف هزو با من ا حتى لزاد، وهزني انا تقدر يهزك انت الا بغيتي، سمعتيني؟ ولكن ترى ما فيكش الخير، كون كان فيك الخير عيطوا للاب ديالي. اب ديالك بعدا عقل عليك حتى انت، عاد باش يعقل عليا انا ولا يعقل على ولدي؟ كون كنتو اصلا مأصلين غتوصلوا معايا لهذا الشيء كامل. كره العائله كتفك الناس الكلاس والناس الواعيه والقاريه كيدخلوا غير بيناتهم وتيفكوا داك الشيء بيناتهم. حبيبي كاع ما قدرتش كون تقول للناس شنو كنت كدير، شنو كدير في حياتك من الليل لليل؟ شنو كدير؟ تقدر تقولها للناس، تقدر تقول للناس علاش كنتي كتضربني، تقدر تقول للناس علاش هاد البنت الناس كانت علاش كانت تتحارب معايا، تقدر تقول هادشي كامل. راه مادام انت ناسي الخير انا اموا غير نسترك، سمعتي؟ غير نسترك وما نفضحكش. راه كلشي باين فيك الحمد لله، وكلشي راه باين فيا، وانا مأصله وغنبقى مأصله وغنبقى بالنظر الكبيره. ما انت راه ما عندكش الاصل، اقسم بجلاله الرحمن كون كان عندك الاصل يمطن تهضر في السطوريات. عرفتي علاش؟ حيت دوك اللي مأصلين معاك ما يخليوكش تنوض دير هكا، لان عندك عائله اللي حامياك وقدر كلشي بالتفاهم ونجلسوا فوق الطبله وكلشي يتحل هكاك، كاع ما تخرجش تشوه راسك. تقدر تقول الناس علاش كنتي كتضربني، تقدر تقول الناس علاش هاد بنت الناس مسكينه كانت تتحارب معايا، علاش ما قدرتيش تنوض تخرج وتقول بان انا ادياك ودايره لك شي حاجه؟ الحمد لله ولدي عايش معايا حسن ما غيعيش معاك. الحمد لله انا اب ديالي ما تيكمي ما تيشرب ما كيدير حتى شي حاجه كتغضب الله. الام ديالي الحمد لله ما كدير حتى شي حاجه كتغضب الله، عايشه غير مع امي وبو بخير. ولدي عايش بيناتنا واكل شارب، الناس راه كيشوفوه الحمد لله، كيلبس مزيان واكل مزيان، ما بلا بلا بيك داكوغ بلا بيك، وان شاء الله غيقرا مزيان وغنربيه لانه هو ولدي الوحيد اللي عندي داكوغ. احسن ما يعيش مع واحد راه تيدير شي حوايج اللي هما خايبين، انت راك عارفهم شنو هما دوك الحوايج. من الاحسن انني نبعد عليك ونمشي ونعطيك اتساع، لان ولدي نهار غادي يكبر ما نبغيش نشوف باه كيدير شي حوايج، وما نبغيش يشوف با يعيش مع اب توكسيك، سمعتي؟ وما نبغيش بزاف ديال الحوايج. انا بغيت ولدي يطلع مربي، وبغيت ولدي يطلع حنين، داك الحنان اللي ما شديتيهش في صغرك وداك الشيء كامل ما تنساش. راه عاودتي ليا بزاف ديال الحوايج، ولكن داك الشيء راه كبير، سمعتي؟ تغدى قدام الله وبراسك مادام نسيتي الخير اللي درت فيك، وكنطبطب عليك بحال الام ديالك في بلاصتها، وكنطبطب عليك والسخانه فيك في الليل والنوض نوقف معاك وتتمشي تترد وتنجمع لك داك الردان ديالك. كنت دايره لك بحال شي بيبي، كنت دايره لك بحال شي ولد صغير، ودرت معاك فوق من الجهد وعيقتي بزاف وقلتي هاد السيده هادي ما عمرها ما غادي تمشي وتخليني. منين هزيت دابا راسي هزه وحده ما عجبكش الحال، انت بغيتي تهاجمني، ولكن راه ربي كاين انا كاع ما هامني هاد الشيء كامل، راك غير كضحك فيك عباد الله، سمعتي؟ ما انا الحمد لله عارفه اشنو دايره بيني وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله انا ماشي من ما مبلياش، ما كان دير حتى حاجه خايبه، كنخاف الله بزاف د الحوايج. انت عارف هاد الشيء بلا ما نشرحه لك، انا تعرف هادشي كامل، تعرف تعاملي كيفاش كان معاك، تعرف هادشي كل الزوين درتو معاك، ما حدي انا كندير معاك الزوين وما حدك انت. هذاك الاب ديالي اللي تتهضر
نسيتي خيرو دغيا، شتي لو كنتي ولد الخير ما تهدرش ما تقولش ما عندهمش الرجال. كيني الرجال الحمد لله، مادام هزلك ولدك من أ حتى لزاد راجل ونص، راجل وسيد الرجال. مادام هزلك ولدك شكون اللي هنا ماشي راجل؟ واش اللي لح ولدو ولا اللي هز ولد ولد؟ شكون؟ قول لي شكون؟ شكون اللي هنا الناس تحكم؟ شكون؟ حرام عليك. ولكن انا راه ما مفاجئاش، بالعكس انا عرفت الحقيقه وعارفه كيفاش عشتي داكشي علاش انت هكا وهكاك وما حفيتكش وما ديتش عليك. عارفك مقطوع من الشجره وما كيعقل عليك حتى شي واحد، ولكن قيدوك في الاخر غتندم على هادشي كامل، غتندم عليه. الحمد لله انا انسانه متخلقه وما عندي حتى شي بليه، وما عندك حتى حاجه ما تهزها عليا. كون كان عندك شي حاجه ما تهزها عليا كون حطيتيها في المحكمه. الحمد لله امراه صالحه وما درت فيك غير الخير، ولا نسيتيه انت الله عارف ومقيدو عليا. ولا ما حنيتيش فيا انت حنو فيا الناس، والحمد لله وكاين سدا ربي كيحن فيا هو الاول. ولا لحتيني انت الحمد لله راني ما مليوحاش، راه غير ربي عاميك وصافي، راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. والاخر المطاف د هذا الشيء غادي تندم على حياتك، وهذوك اللي لعبوا بك واللي ضحكوا عليك مازال يدوروا عليك، ومازال تجي ومازال تعتذر ومازال بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم. دابا غادي نسميك زكريا. عقلتي منين كنت حامله وعندي شهرين وجبتي جوج بنات للدار ياك؟ جيتي من تركيا وجبتي جوج بنات للدار وانا حامله، ومسافتني لدارنا ب 300 درهم في الدران. عطاني 300 درهم كتقول لي طيل داركم، ومشيت جلست فيها 8 ايام وبغيت نجي قبل منك باش نجمع الدار كأي مرأة صالحة ياك زكريا. وديك الليلة وانا نعيط عليك جيتي بالجمعة مع 12 الصباح، وبغيت نعيط لك قلت لك الو واش نجي، وانت تقول لي راه ما عنديش طوموبيل، عندي هي الموطور، غندبر على الطوموبيل غدا حيت كنت يلاه بعتي طوموبيلتك. قلت لي غدا ندبر، ونتايا راه داير بلان ديالك مع البنات وانا ما عارفاش. وقلت لك الو انا غادي نسبقك باش نجمع الدار. قلت لي لا 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 درتي راسك خايف عليا، ونتايا استغفر الله العظيم، وانت جاي داير مع البنات مع ديك 11 الليل وانا يا ما على باليش. وقلت صافي مسكين راه واقيلا باغي يجي ليا بالطوموبيل، واستنيت كزكريا. وانتايا في الليل انتي بغيتي تدابز معايا بالعاني، وانا ما درت لك لا بيديا لا برجلي، وانتي بوحدك دابز معايا باش ما تجاوبنيش بالليل، حيت عارفني انا كنعيط عليك بالليل باش نطمئن عليك، وباش انني باش ما نعيطش عليك انتي دابزتي معايا. وخليت حتى لديك جويج جوج الليل واخا دابزتي معايا تنصوني عليك تنصوني عليك ما تجاوبنيش، وانت راك مع البنات في وسط الدار مع جوج ديال البنات جايب مردفهم في موطور بجوجهم، وانا حامله يا زكريا ياك. وملي صونيت عليك يا زكريا وانت تدخل البيت وخليتي البنات في الصالون، ودرتي راسك ناعس، درتي راسك ناعس، وقلت لك الو علاش ما كتجاوبنيش؟ قلت لي ناعس. قلت لك بركه من الكذب، ديني في الصالون، دير الكاميرا نشوف في الصالون. قلت لي معايا صاحبي. قلت لك واخا. مشيت نعست، لغد ليه جيت كنلقى الكنابي كله يا زكريا كله عامر بالبريون ياك، وانا نشك ياك، ولقيت داك الطباصال وداك الشي ماما راك عارف. وفي الاخر هبط صونيت عليك قلت لك زكريا شكون كان معاك، ولقيت البريون لقيتك مخبي ليا تصاوري اللي حاطه في بيت النعاس كلهم شديتهم وخشيتيهم في هذا في البلاكار وديتي عليهم ونسيتي ما رديتيهم، شو لقيت البريون في بيت النعاس في الصالون في كل شيء ياك. عقلتي على هذا الشيء؟ وانا حامله، انا حامله ياك. وانت عيطت لك في التليفون وانت تقول لي ما كان معايا حتى شي واحد، سولي العساسه. قلت لك واخا. هبطت مع عليا ما بيا، كنت عندي 4 شهور، هبطت مع عليا ما بيا تلاقيت غير العساس جديد، وانا نقول ليه قلت له السلام عليكم خويا واش فلان البارح هبط بموتور؟ قال لي هبطوا شي جوج البنات دخلوا مع 11 الليل ما خرجوا حتى 9 الصباح دابا هو وصلهم ياك زكريا. دخل البنات في وسط الدار اللي كنعيشوا فيها انا وياك وهادشي، وسمحت لك
ومنين بلي ما راه كنت داخله نولد اعترفتي ليا وقلتي ليا ما بينيش وبيا منهم، راه غير جيت لاو جلسوا معايا وداكشي بقيتو حتى الصباح ياك زكريا. هادشي كما اعترفتي ليا وسمحت لك وانا داخله البلوك نولد، وسمحت ليك والله سمحت، وشديتيني منين قلت لك زكريا راه اش قال لي العساس وشنو قال لي، جيتي ياك بقيتي تدافع معايا كتضربني وكتدفعني، وحاشا الناس نزفت بالدم من التحت ومشيت للكلينيك انفاس معانا. وبلي ما راه عيطات لك زينب الله يكثر خيرها، عيطات لك وقالت لك راه مرتك راه في الكلينيك، وجيتي وخلصتي فعلا خلصتي عليا كلينيك تحاليل، ومن بعد خليتيني كنستنى التحاليل ديالي، ومن بعد مشيتي بدلتي عليا الكانو ديال الدار مع ثلاثه الليل، بدلتي عليا القفل ديال الدار والليل كامل وانا بايته في كازا وما عندي لا حد في كازا وما عنديش عائله في كازا وما كنعرف حتى حد في كازا، وخليتيني الليل كامل وانا تندور في كازا وانا حامله، والليل كامل كانت كورونا وقاطعين الطريق على والدي وديشارجا ليا التليفون، والليل كامل كان السبت، والليل كامل وانا جالسه في الكوميساريه تيقولوا لي واش ديكلاري، تنقول لهم لا بغيت غير تعطوني ورقه ما عنديش لا كارت ناسيونال، بات غير في لوطيل، لوطيل ما خلانيش ندخل خاصني لا كارت ناسيونال، وانت سديتي عليها وبدلتي الكانو ديال الدار وخليتيني، وما فكرتيش في داك البيبي اللي عندي، وما فكرتي في حتى شي حاجه وانا حامله وكنت وحم، ما فكرتيش وما كنتش فيك الرحمه يا زكريا. ولغت لي منين جا والدي الصباح وهكذاك قالوا لي صبري، اللي جالسه تقول ماشي رجعت تقول لي صبري راه عندك وليد معاه وغادي تولدي وراكي حامله، وهادشي كامل حنا خايبين، وهادشي كامل كتجي وكيديروا الكلمه القليل في دارنا وهزينك فوق، والله يهدي ما خلق. واليوم بغيت نعترف لهاد الناس كامله اللي متابعاني، عندي عمري 28 عام قادره نسمح اللي وانا عندي عام لاي واحد ظلمني واي واحد قهرني واي واحد حقرني واي واحد تعدى عليا وتكرفس عليا، انا كنسمح له، الا انت والاخ ديالك ما نسمحش لكم ولو يبقى خطوة بيناتنا باش تدخل الجنة انت ولا هو. تنسامح قدام هاد الناس لأي واحد إلا حالا دوستو شحال ديال التعب دوستو معاك، شتي شي ما كنتش بغيت نقوله كاع، نسيتي هاد الشي، تديما الإنسان المظلوم اليتيم والدراما وكتبغي تلعب على الناس بانك انت واحد الانسان محقور والناس اللي كتحقرك، شتي زكريا شحال عام ديال الوقت وانا يا صابره معاك بسبب شي حوايج اللي هما خايبين ليك الصحه ديالك، شتي بهذيك النرجسيه ديالك شتي فين كتوصلك، وهادشي كامل ما عارفينوش الناس، كان اليوم انا قلت للناس باش يعرفوه، باش يعرفوا بان حيت عيقتي بزاف وهضرتي بزاف وانا ساكته على وجه داك الوليد اللي بيني وبينك وداك الدم وما هضرتش، ومازال الان ما هضرتش، مازال كنوضح الناس غير داكشي اللي درتي ليا وماشي كلشي. فالله يكون معها والله يدير ليهم تاويل ديال الخير. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.